هذه النشرة برعاية جاستروبول، اس اي موبلر، دينتالي، فيمتو. توتر جديد في العلاقات بين السويد وروسيا. رفع أسعار الفائدة على القروض السكنية. مرحبا بكم. في قرار قد يعيد التوتر من جديد إلى العلاقات بين روسيا والسويد، طلبت موسكو من أحد الدبلوماسيين السويديين العاملين في السفارة السويدية مغادرة روسيا. وزارة الخارجية السويدية أكدت النبأ على لسان المسؤول الصحفي باتريك نيلسون. نيلسون عبر عن أسفه للقرار الروسي وأشار إلى أنه جاء رداً على رفض السويد منح التأشيرة الدبلوماسية لاثنين من المواطنين الروس. الطرفان السويدي والروسي لم يكشفا حتى الآن عن المزيد من التفاصيل حول خلفية هذا التطور الجديد. عبرت الشرطة في مقاطعة ستوكهولم عن قلقها من حوادث إطلاق النار المتكررة التي تشهدها المنطقة، مشيرة إلى أن إطلاق نار جديد يحصل كل 3 أيام. الشرطة أكدت مقتل 11 شخصاً وإصابة 47 في 100 حادثة إطلاق نار شهدتها مناطق متفرقة من العاصمة خلال الفترة من يناير وحتى منتصف ديسمبر 2018. وقال مفوض الشرطة الإقليمي أولف يوهانسون بأنه تطور خطير ناجم عن الأسلحة النارية. يوهانسون دعا مؤسسات المجتمع إلى الاهتمام بهذه الظاهرة التي وصفها بأنها مقلقة. أعلنت المؤسسة المركزية للمساعدات الدراسية CSN أنها استعانت بمحقق أمريكي للمساعدة في استحصال الديون على الأشخاص الذين لم يسددوا قروضهم الدراسية خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية. المسؤول في المؤسسة ماغنوس بيرنسون قال في تصريحات صحفية أن المؤسسة اختارت عددا من الأشخاص الذين عليهم ديون مرتفعة جدا وطلبت من المحقق الوصول إلى معلومات تخصهم لا يمكن الحصول عليها من السويد. وبحسب الأرقام هناك حوالي 2500 شخصا عليهم قروض مالية بعدة ملايين من الكرونات يعيشون في الولايات المتحدة ويرفضون تسديد ديونهم. أعلن مصرف SBRB عن رفع أسعار فائدة قروض السكن بعد قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة أمس الخميس. المصرف ذكر أنه سيرفع أسعار الفائدة على الرهون العقارية المحددة بسقف زمني وكذلك غير المحددة بسقف، إضافة إلى التي تدخل في إطار الفترة من عام 1 إلى عامين. رفع سعر الفائدة على هذه القروض سيتم بنسبة 0.15 إلى 0.25%. اعتبر أمين المظالم لشؤون المساواة بين الجنسين في السويد أن إقامة مهرجان موسيقي خاص بالنساء فقط هو انتهاك لقوانين مكافحة التمييز في البلاد. ورأى بيان صادر عن مكتب أمين المظالم أن المهرجان الذي كان نظم الصيف الماضي قائم على خطأ، حيث أن اقتصار الحضور فيه على النساء أو المتحولين جنسيا ومنع الرجال من دخوله ينتهك القوانين السويدية وفقا لما جاء في البيان. وكان منظمو المهرجان قرروا العام الماضي إقامة نسخة مهرجان موسيقي بمدينة يوتيبوري في آب أغسطس من العام 2018 يمنع فيه حضور الرجال، وذلك بعد تسجيل حالات تحرش جنسي بالنساء في مهرجانات موسيقية عدة. ذكرت صحيفة داغز نيو هاتر أن مؤسسة كمر كوليجية الإدارية الحكومية سحبت رخصة مترجم قانوني محلف بسبب تشجيعه المسلمين قبل الانتخابات السويدية العامة الأخيرة على عدم التصويت. وبحسب الصحيفة فإن المترجم الذي كان قد حصل على رخصته القانونية في عام 2016 كان يعتقد أن قوانين الشريعة هي فقط التي يجب تطبيقها.
معروف أن المسلمين في السويد يعتبرون جزءا هاما من المجتمع السويدي، ويشارك القسم الأكبر منهم في الانتخابات، وتشجع المؤسسات الإسلامية المشاركة فيها، لكن أفرادا ومنظمات صغيرة تحث على عدم المشاركة. وكان المترجم قد عمل في السابق لدى مصلحة الهجرة ومحكمة ستوكهولم الابتدائية. والآن إلى نشرة الأحوال الجوية. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. هذه النشرة برعاية جيستشبول، اس اي موبلر، دينتالي، فيمتو.